السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا يا جماعة، مهما رحنا ومهما جينا الزمالك فريق كبير، فريق كبير ممكن يغيب كتير بس لما بيرجع بيرجع. يعني الناس اللي قالت الزمالك في السادس في السابع بماتش واحد، الزمالك رجع ودخل المربع الذهبي، ولسه الدوري. انا عم بقول لك مصعب ان هو المنافسة على اللقب، ولكن ممكن الزمالك ينهي دوري السنة دي في المركز الثاني ويدخل في دوري ابطال افريقيا. الناس اللي بتقول الزمالك لا هيشارك في دوري ابطال افريقيا ولا هيشارك في الكونفدرالية، لا، الزمالك موجود والزمالك هيشارك في افريقيا، يا اما دوري الابطال يا اما الكونفدرالية. فمش عاوزين فيها يعني فزلكة كتير، يعني كل دي توقعات توقعات. بس لما تيجي تتوقع تبص، انت بتتكلم على اسم كبير ونادي كبير اسمه نادي الزمالك. النهارده اللعيبه ممكن ما تكونش يعني عندها المسؤوليه او مش حاسه بالمسؤوليه، او في عدم توفيق في الملعب. يعني النهارده بنشوف الكره اللي اتحسبت اوفسايد على البنك الاهلي وفيها كلام كتير جدا طبعا. فتروح بتعمل ايه؟ انت بترجع الكره، الكره طالعه بره اوت، يعني مش كورنر، الكره طالعه بره اوت، طالعه اوت. معرفش ايه السبب ان انت بترضها بهدك، اللعيب زقك، مش عارف ايه السبب، مش فاهم. لغز كبير جدا. سيبها سيبها، ده انت اخر واحد، بتردها في الملعب تاني ليه؟ ما فيهاش مبرر اللعيبه بقى. وبعدين ايه، معلش الزمالك محتاج كتير، محتاج كتير لسه، ولكن هيرجع وهيشارك في افريقيا. الزمالك في افريقيا، وسيبك من اي حاجه بتتقال ان شاء الله باذن الله. وبعدين عشان تكون منصف، انا ما اعرفش ازاي اتحسبت وتفصيله الكره اتحسبت اوفسايد هدف البنك الاهلي، ولكن فيها كلام كتير جدا، كلام كتير جدا. اوفسايد ولا مش اوفسايد بقى، المحللين يطلعوا يقولوا لنا ازاي اوفسايد ولا هدف ولا الكلام ده كله. ولكن الزمالك سيظل فريق كبير، والاهلي فريق كبير، والاسماعيلي رغم بعده عن المسافات كبيره جدا دي فريق كبير، وعايد ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.